ما هلا هايدي رح نروح لفقره بتهم كل الصبايا والسيدات بالعموم، اللي هو الاعتناء بالبشره. مين فينا ما بحب يعرف كيف ممكن يدخل هذا العام الجديد يتخلص من كثير مشاكل سابقا كانت موجوده، وحاليا كيف ممكن يبلش تماما؟ كمان ما فينا ننسى انه هذا الجو والطقس اساسا بياثر على البشره، اللي بيعطي شويه جفاف، البروده وغيرها من التفاصيل. رح نتعرف اكثر على اسرار الجمال مع ضيفتنا الاختصاصيه بالبشره دكتورة جيهان إدريس. أهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك اليوم نبلش معك أول يوم بالسنة بشوية نصائح عن الجمال والصحة. حبيبة قلبي يسعد لي صباحكم، كل عام وانتم بألف خير يا رب. الله يسعدك يا رب. بالبداية البشرة صافية هاجس لكثير من السيدات والصبايا، اليوم نحن كيف بنقدر نحافظ على بشرتنا؟ كيف بنعرف إنه بشرتنا صحية أكثر؟ هلا بالبداية من إذا بدنا نحاول نحكي عن البشرات لازم نحكي عن أنواعها، لأنه كل بشرة لها طريقة عناية بالنهاية. يعني في عنا بشرة دهنية، عنا بشرة جافة، عنا بشرة حساسة، عنا مختلطة. طبعا هذا الشيء صار كل الصبايا يعرفوه، بقول لك أنا صرت أعرف شو نوع بشرتي. كان في شوية جهل بالنسبة للصبايا، ما يعرفوا شو نوع بشراتهم، بس هلا الحمد لله كله صار يعرف. يعني وعندنا صار يعني نوعيات البشرة، يعني ما فينا نحكي إجمالا، بنحكي شوية تخصيص، يعني بنخصص شوي بالنسبة للبشرة الجافة لازم دائما نحط شوية نحافظ على الترطيب الدائم دائم. يعني مثلا كلمة مانتينو لازم تكون رفيقة الصبية بالنسبة للبشرة الجافة. بكون في عندنا البشرات اللي بكون عندنا تصبغات، لازم كمان دائما نحافظ على فيتامين سي ناخده، ولو شرب أو دهن أو انجكشن حقن. مثلا في عنا مثلا البشرة الدهنية، هاي كمان لازم نكون كثير حريصين عليها، كثير نعتني فيها، انه ما نحاول وقت نحن يكون عنا منديلنا الخاص، تشكيلنا الخاص، اغراضنا الخاصة، عشان لا نعدي غيرنا ولا حتى نحن ننعدى. يعني نحن وقت تكون عنا بكون احنا بالبشرة المختلطة، يعني الدهنية مع البشرة الجافة، بكون عنا شوية حبوب على طرف الخد، احنا مجرد انه نحن نحمل بشكيلنا بشكل عشوائي، نحن حننقل الحب من طرف الخد لتحت. لازم يكون على طريقه شيء طبطبه. يعني نحاول نحط قبل ما ننام الميك اب هذا نوقفه، نخففه كثير، خاصه قبل ما ننام انه نمسحه، بنهار نخففه. يعني حتى يعني بقول يا ريت ما حدا يحطه، يعني لانه هو بيسكر المسام وبيخلي هيك بشرتنا تنشف اكثر، حتى بيخلي انه تزيد عنا الحبوب. بفضل انه هذا من الفم، يعني اجراءات بسيطه بتوصلنا ل يعني بتحل مشاكل بسيطه. دكتورة جيهان، خلينا هيك نحكي شوي اليوم. كلياتنا نحاول نحافظ على البشره من خلال احيانا ماسكات، احيانا تقشير، وصرنا نسمع كثير عن علاجات هلا تجميليه انه هي بتفيد. شو رايك؟ انه الافضل؟ هلا يعني مثل ما بيحكوا الشغلات الطبيعيه بالبيت هي كثير منيحه، بس ما بتحل عنا مشاكل قويه. يعني هلا نحن الماسك كثير بننبسط عليه، السيروم، البانتينون، المرطبات، بس هلا بتصير عندنا في مشاكل قويه، مثلا مشاكل التجاعيد ما بتنحل بصراحه لا بماسك ولا بسيروم. مثلا بتكون عندنا صحتها منيحه بتعمل تكميم او بتعمل قص معده، بينزل وشها، يعني بتلاقي خلال فتره بسيطه وشها ما عاد صفي عندنا نحف، ما عاد صفي وجه، نزل، احنا بنقول نزل وجهها، ما عاد صفي عندها وجه. طبعا هاي الكريمات والماسكات بتصير ساعتها انه فينا نقول حكي فاضي، يعني بالنسبه لهي المشاكل يفضل انه ساعتها نحن نعمل بعد الحقنات بقى البوتوكس لازاله التجاعيد، الفيلر نعبي الخدود شوي، نعبي الخطين اللي حوالين التم. هاي بتجي اجراءات علاجيه وتجميليه بنفس الوقت. طيب خلينا هون نحكي عن العلاجات التجميليه الجراحيه، نقول المكلفه يلي ممكن تظهر نتيجتها بعد 5 أو 6 أشهر، شو انواع هي العلاجات؟ احكي لنا عن سلبياتها وايجابياتها. هلا هي العلاجات بوتوكس وفيلر بصراحه، يعني وهلا شو الفرق بيناتهم للبوتوكس؟ طبعا في فرق كثير شاسع، يعني الناس كلها بتقول لك فكر كلمه بوتوكس معناتها نفخ، فيلر ما بيعرف شو معناتها. هلا معنات كلمه بوتوكس هو ازاله التجاعيد بالمنطقه العلويه من الوجه. شو يعني المنطقة العلوية؟ يعني بتاخذ من عند طرف العين لفوق، هون هذا اسمه بوتوكس. بوتوكس هو عبارة عن مادة سامة بصراحة، يعني أو هو رسومة بتوقف حركة العضلة اللي بتشنج فوق، اللي بتكون احنا بكون عندنا عضلات متشنجة حوالين العين بالجبين، بترخي العضلة بتروح هي التجاعيد. بالنسبة للفيلر، الفيلر هو عبارة عن مادة مالئة تنحقن بالخدود، بالخطين حوالين التم، بالشفايف، منطقة اللي هي اللي بيحكوا عنها الحنك او التكساس بيحكوا عنها، هي مادة مالئة. التكساس البوتوكس وقت بنحقن بالجبين
بوقف حركه العضله بروح هي التجاعيد، بيعطي شيء جماليه للوجه يعني. طبعا هذا كل شغل كل الستات هاي الايام كلهم بيقولوا لك ليش لحتى نخلي التجاعيد بوجهنا. الفيلر بيروح الخطين حوالين التم، والفيلر بنحقن بالقسم السفلي من الوجه مثل ما حكينا البوتوكس بالعلوي والفيلر بالسفلي. دكتور جيهان، كثير بنسمع عن نوعيه الماده اللي بتنحقن فيها الفيلر بحد ذاتها، يعني في ناس بتقول لك انا عم بعمل مواد مالئه، وفي ناس بتقول لك هلا عم نعمل شحوم. شو الفرق بيناتهم وانه الافضل؟ هلا الفيلر هو عباره عن هايلورونيك اسيد، ماده مركبه يعني بتجي جاهزه دغري، هي بتجي سرنجات معبايه جاهزه بتنحقن مباشره وجه بتعطي فوليوم. الشحوم الذاتيه هي انهم يسحبوا من منطقه البطن من الخواصر بيسحبوا شحوم، طبعا بيعالجوها بيرجعوا بحقنوها بالوجه. هلا شو انه الافضل؟ الاثنين بصراحه مناح، بس يعني الحمد لله الفيلر يعني هاي الايام صار كلهم يعني مصرح من وزاره الصحه ما عاد صار شيء يضر، يعني الاثنين مناح، هي منيحه وهي منيحه، بس الفيلر ديمومته اكثر. الفيلر بيقعد 8 شهور. المواد المالئه على حسب يعني الشحوم الذاتيه على حسب بدك عدد جلسات، اذا يعني عندنا الجلسات بتضاين معي، بس اثنين بصراحه مناح يعني. طيب شو بالنسبه للاخطاء الشائعه بعمليات الحقن سواء بالبوتوكس او الفيلر؟ كيف اليوم نحن نوعي المتابعين بهذا الموضوع؟ هلا الاخطاء الشائعه هي بصراحه هي بتكون بنحط المسؤوليه على اثنين بصراحه، مو بس على الطبيب اللي حقن يعني، احيانا هو المريض. احنا في عنا ارشادات بنحكي له اياها للمريض بعد ما نعمل البوتوكس، انه ممنوع تطخي، ممنوع تكنس تشطف تمسح، كل شيء فيه انك تطخي راسك ممنوع. هلا احيانا الدكتور بيحكي للمريض، احيانا في مرضى للاسف يعني ما بيتبعوا التعليمات، اذا ما اتبع التعليمات الماده بتتسرب على العين، بصير عندنا غموض للعين، تغمض عين اليمين او تغمض عين اليسار، وللاسف اذا صار هذا الشيء معنا ما بنحسن نحله نهائيا يعني. يعني هو بينحل بس بده وقت بقى، يعني بده 4 أو 6 شهور ترجع تفتح العين. هذا الخطا يعني احيانا مثلا يكون خطا من الطبيب، خطا من اليد الحاقنة، اذا كان الطبيب مثلا نازل بالابره شوي صار تسريب على العين غمضت العين. يعني بيكون خطا عم لك احيانا مزدوج، يا المريض ما سمع التعليمات نام طب على وشه ونام على عينه. هاي بالنسبه للبوتوكس. بالنسبه للفيلر هو الامن امن، بس احيانا كمان بصير اخطاء، يعني اخطاء بانتقاء نوع الماده، انتقاء من خطا من المريض نفسه انه بينام على وجهه اول يوم عملنا الاجراء، لانه ممنوع يعني اول اسبوع لازم كثير ندير بالنا، يعني انا عامله هذا الاجراء كثير بدي ادير بالي. ما نام على وشي، ما حط مي سخنه، ما دلك طبعا، يعني خلص انا عامله اجراء عفوا منك ومتكلفه، لازم اتبع التعليمات وتكون عيني يعني عيني واذني مع الطبيب شو حكى لي. ناس ما كثير بتلتزم بهذا الشيء والله، يعني هلا صار في وعي، بس احيانا في ناس ما بتلتزم. طيب دكتورة جيهان، كمان صرنا نسمع هلا عن الحقنات تحت العين، وقد ايه صرنا عم نشوف حتى عمليات شد الاجفان وغيرها من العمليات، صار في طرق جديده مثل الخيوط، تدخيل الخيوط في الوجه وغيرها كثير من العمليات اللي عم بتصير. خلينا نحكي عن مدى الخطوره وايضا الايجابيات ببعض هاي الاجراءات الجديده. هلا بالنسبه للخطوره، هو طبعا شيء تحت العين معناته خطر، معناته نعرف مزبوط ننتقي الطبيب الصح هل يحقن تحت العين، لانه الغلطه طبعا يعني مو يعني مكفره مثل ما بيحكوا انه تحت العين، لازم تنتقي الطبيب منيح تعرفي انه هذا الدكتور بيحكم بطريقه مضبوطه الماده. لانه هلا احنا وقت شوي حكينا على الفيلر، ما حكينا الفيلر اجزاء، يعني في فيلر انواع، في فيلر بيجي كثير سوفت وكثير طري بينحقن تحت مخصص لتحت العين. يعني هلا احيانا بتشيك المريضه ما بتعرف، بتقول لك انا بدي ابره فيلر، حطي لي شوي بشفتي شوي بخدي شوي تحت عيني. يعني حطي لي هون وحطي لي هون، لا ما بيمشي الحال، كل شيء له شيء، كل مكان بالوجه له ماده معينه، لتحت العين، للخد، للحوالين التم، للشفايف، للتكساس، حتى للجسم لانه بينحقن كمان فيلر، كل مكان له ماده معينه. بالنسبه لتحت العين هلا بصير عندنا تورمات اكيده تحت العين، لمده 3 أو 4 أيام طبيعي يتورم، طبيعي يتورم 3 أو 4 أيام، وطبيعي ما تفرط الماده لمده شهر. لانه الماده هي هايلورونيك اسيد تكون جامده، بدها وقت لحتى تندمج بقلب الاغشيه وتفوت وتندمج وتصير منا وفينا. هلا احيانا كثير يعني المرضى بينقوا، واحيانا مثلا بتروح بتحقني عن طبيب بتورم تحت عينك ثانيه وبتروحي عن طبيب ثاني. بتقول له شوف تورم تحت عينك. غلط هذا الشيء اليوم؟ نعم غلط هذا الشيء.
نروح لدكتور ثاني؟ طبعا غلط وغلط، يعني طبعا هذا بيجي على ضمير الدكتور اللي بتروحي عند الثاني، ايه غلط من الدكتور اللي حقن لك، لا اهدي على حالك. يعني كثير بيجوني عالم حاقنين صار لهم يومين بيجوا لعندي بيحكوا لي ليك شو صار، هدوا على حالكم طولوا بالكم، هي ابره يعني ابره عم تدخل يعني بالوجه، احنا اذا تدخل الابره باصبعنا بتورم ما بالك هذا وجه. طيب اليوم البشره الصحيه هي مراه الجسم، واكيد يعني نظامنا الغذائي او الاكلات اللي نحن بناكلها بتاثر كثير على صحه بشرتنا، شو هي الاطعمه يلي بتعزز انتاج الكولاجين والبروتين بالبشره وتحافظ عليها من الشيخوخه؟ هلا نحن بالدرجه الاولى بنقول احنا الخضار والفواكه، لانه هدول اثنين اساسيات فيهم مجموعه فيتامينات بتعطي نضاره للوجه بتحفز كولاجين. بس شيء اساسي يعني احيانا بناكل وجهنا ما بيصح، بناكل جسمنا يعني وجهنا ما عم يتدور ما عم يتعبى للاسف. يعني هلا صار يعني الطريق الوحيد غير الماكولات اللي هو الانجكشن الحقن. طيب دكتوره يعني قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك خلينا ناخذ اليوم هيك نصائح عامه لكل يلي يمكن مقبل على بعض الاجراءات وقد ايه مهم انه هو يروح بدايه اول شيء عن طبيب مختص. مثل ما بنعرف كمان من كم يوم اصدرت وزاره الصحه تعليمات بمين بحق له يمارس امور التجميل والاختصاصات من الاطباء، حددتهم بقرار اليوم قد ايه مهم انا اتوجه للمكان الصحيح واجراءات مثل ما بيقولوا التهيئه قبل وبعد. هلا اهم شيء اذا كان لا سمح الله عندنا مرضى سكري يكونوا يضبطوا موضوع السكري قبل ما يروحوا، او موضوع الانسولين اللي بيشربوه، او موضوع المميعات قبل ما يطلعوا لعند الدكتور. اذا كان عندنا يعني الامراض الثانيه الحمد لله كلياتها مسمح لها انك انت تحقني ما عندك مشاكل يعني بالنسبه للحقن، لانه احنا شغلنا بالجلد بس السكري. هلا شوي احنا بدنا ندير بالنا نعرف قد يعني الطبيب لازم يسال المريض انت شو بتاخذ قد ايش عيار، يسالوا هي الاسئله يعني ضروري يعني هاي الاسئله. وبالنسبه للعنايه اليوميه بفضل انا دائما بقول لهم انه ممنوع نحط الفوند، واذا حطيناه واضطرينا طبعا كلياتنا عم نضطر ونحطه قبل ما ننام، نغسل وجهنا، نحط غسولنا، نحط شيء مرطب قبل ما ننام، خلي بشرتنا تتنفس على الاقل بالليل. بدنا نشكرك كثير اخصائيه البشره جيهان ادريس الدكتوره، شكرا كثير لحضرتك لكل المعلومات. حبيبتي كل عام وانتم بالف خير. انت بالف خير، شكرا كثير لك. انت بخير، شكرا لك.